اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، بنجدد التحيه بيكم. وزي ما قلنا يمكن في تقدمتنا في الاول في بدايه الحلقه، قلنا ان الادمان له اضراره بشكل عام، وبقى الادمان له اكتر من حاجه، ما بقاش الادمان بس بيتوقف عند فكره المواد المخدره، لكن كمان الادمان بقى لحاجات كتيره. ادماننا للشيء وازاي ان احنا بنفرض في استهلاكنا ليه، يمكن ده بقى هو اللي بيعمل اي نوع من التخوف. في الوقت الحالي التكنولوجيا لعبت دورها بشكل كبير في حياتنا، بقت هي من الاساسيات، وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل عبر الانترنت. طبعا ولادنا بقوا بيقعدوا بشكل كبير ماسكين موبايل او اي نوع من انواع الاجهزه اللي ممكن تخليهم بيتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يا ترى ادمانهم لهذه الوسائل ازاي نقدر نحمي ولادنا من خطرها، ازاي نكون متابعين جيدين ليهم وفي نفس الوقت ما نقيدش حريتهم. كتير من الاسئله هنحاول نتعرف عليها ونحاول نلقي الضوء عليها من خلال مناقشتنا مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده معانا ومعاكم، دكتور بسمه محمود، استشاري اسري واخصائي نفسي. اهلا وسهلا بيكي معانا يا حضرتك. دكتور، زمان كنا بنبقى متخوفين على اولادنا ممكن يدمن مخدرات، ممكن يعمل حاجه مش كويسه وحاجات كتير قوي، لكن دلوقتي بقت المشكله انه ممكن يبقى قاعد في البيت وعنده ادمان رهيب لوسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا والانترنت بشكل عام. عايز اعرف من حضرتك كده في البدايه، امتى ابتدي اقول ان ابني او بنتي هي مدمنه للانترنت؟ طيب خلينا الاول نقول يعني ايه ادمان التواصل الاجتماعي. هو اعتماد نفسي وسلوكي على منصات التواصل الاجتماعي. طب بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها اضرار نفسيه وعقليه، وقد كمان تصل لاضرار جسديه. طيب سؤال حضرتك في الحته مهمه جدا، اللي هي امتى اخد بالي ان طفلي بقى عنده افراط زائد للتواصل الاجتماعي؟ لما احس ان هو طول الوقت وحيد، طول الوقت ان هو ماسك الموبايل، مش واخد باله بكل الحاجات اللي بتحصل حواليه سواء في البيئه الاجتماعيه الكبيره او البيئه الاسريه الصغيره. لما احس ان هو بقى معزول عننا بشكل كافي، ما بقاش ياخد باله حتى من تصرفاتنا احنا الشخصيه، بنعاني من ايه؟ ايه الحاجات اللي بسطانا؟ ايه الحاجات اللي مزعلانا؟ ايه الحاجات اللي فيها حزن جوه البيت؟ ابتدي احس انه بقى في مشكله عندي. تمام. طيب انا اللي بوصل ابني ان هو يوصل لمرحله الادمان لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا ده بقى سلوك عام، او بقى نقدر نقول يعني هي دي سلوكيات المجتمع في الفتره الاخيره؟ حاجات كتيرة جدا مجتمع فيها احنا اللي بنوصل ولادنا لكده. البيئة المجتمعية الكبيرة طبعا بقى كل حاجة دلوقتي موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، فبالتالي الطفل بدل ما بيقعد على التلفزيون لا بيروح يتفرج على الموبايل او على اللابتوب كل اللي هو عايز يتفرج عليه. تمام. يبقى الاعلام عموما بشكل عام بقى بيسلط الضوء على ان انا ابقى ادد او طول الوقت مدمن لمواقع التواصل الاجتماعي. الأسرة كمان، يعني احنا دلوقتي عندنا بنكافئ الطفل ان انا لو نجحت هخليك تقعد على الموبايل ساعتين ثلاثة زيادة، فده بقت مكافأة كمان مش أحسن حاجة، سواء ماما أو بابا بيعملوا نفس التصرفات دي مع أطفالهم، فاحنا كمان بنساعد الطفل ان هو يبقى مدمن للتواصل الاجتماعي، أو حتى البيئة المجتمعية الكبيرة بتساعد على كده. تمام. دكتور بسمة، من وجهة نظرك الكبار في السن أو يعني أنهي فئة عمرية، أي من الفئات العمرية هي الأكثر إدمانا لوسائل التواصل الاجتماعي؟ لو قلنا الكبار في السن، يعني مش الكبار، يعني مثلا من سن الثلاثينات أو نوصل للخمسينات، هم أكثر الناس اللي فعلا بتبقى رواد للوسائل التواصل الاجتماعي، ما تحت ذلك لسن الشباب والمراهقة أم الأطفال؟ كبرناش بس على فكرة الثلاثينات دي، خليها تعدي ل 45 50 بقى كويس. طيب لا، هو في دراسات كتيرة جدا اتكلمت على انه من اكتر المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي هم الفئة المراهقة والشباب حتى سن 35 40 سنة. تمام. دول اكتر حاجة. فئة كبار السن اللي احنا تقريبا بيبقى وفقا لكل القواعد والقوانين بتتكلم ان هي بعد ال 45 50 سنة، دي بتبقى في وقت محدد، مش لدرجه ادمان، مش لدرجه ان انا اسيب كل اللي ورايا. لا خد بالك، هو انا لما حتى حددت السن من الثلاثينات للخمسينات، انا لان خلاص هو اكيد الشاب او الفتاه اشتغلوا. صح. فدخلنا في نطاق العمل، ففكره دايره العمل مختلفه عن انا اكون مش مسؤول. مسؤوليه العمل هتختلف كتير عن مسؤوليه الدراسه، يعني انا لو بدرس لا انا ممكن اكون مش عقد بالي، انا ما ورايش حاجه، لكن لما اكون بشتغل ما ورايش حاجه كدراسه او مذاكره، او لكن انا يعني عندي شغل، عندي حاجه. صح. مضطره اني هسيب الموبايل بسببها. خليني اكمل كلامي على حضرتك، انه حتى من اضرار السوشيال ميديا هو فكره تدني المستوى اداء التحصيل الدراسي او المهني. فدي بتندرج عند كلمه حضرتك اللي هو فكره ما هو لو حد مسؤول ومش فاضي،
غصب عنه مش هيقعد يبقى مدمن لوسائل التواصل الاجتماعي، هيقعد ساعة ساعتين يوميا تمام. لكن مش هيقعد انه زي مثلا الشباب او المراهقين اللي لسه ما خدوش درجة عالية من المسؤولية مهنيا. تمام. طيب مين الاكتر فئة، يعني احنا اتكلمنا عن الفئات، مين الاكتر يعني نوع اللي بيلجأ قوي او بيكون هو اكتر ادمانا لوسائل التواصل الاجتماعي، الاناث ام الذكور؟ حتى الان في دراسات بتتكلم على انه الشابات هم اكثر ادمانا لمواقع التواصل الاجتماعي، بس برضو ما فيش تاكيد على كده لان ما فيش احصائيات نقدر نقول بشكل كبير احنا قد ايه بنستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. طيب حضرتك قلتي ان الكبار بيكونوا بس كزائرين ما وصلوش للمرحله دي، ما فيش اي دراسات بتقول ان كمان في فئه معينه او في نسبه قليله من الكبار وصلت لمرحله الادمان؟ لا ما فيش خالص. خد بالك حضرتك برضو انه كبار السن عملوا اوريدي تواصل اجتماعي مع الناس المحيطين بيهم، فبالتالي هم عندهم حاجات خارجيه بره التواصل الاجتماعي بجانب ان هم بيقعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعكس الشباب او المراهقين هم عملوا كل للاسف كل العلاقات الاجتماعيه بتاعتهم داخل السوشيال ميديا، داخل مواقع التواصل الاجتماعي مش خارجها زي كبار السن. تمام. طيب برضو عايزه اعرف من حضرتك واحنا بنتعامل مع موضوع وسائل التواصل الاجتماعي كادمان، احنا خلاص يعني قلنا ان في ادمان للاسف الشديد، خطورته على المجتمع من وجهه نظرك شايفاها ازاي وايه مردوده السلبي مش هقول الايجابي؟ خطورته لان هو احنا مش عارفين مصادر كل حاجه بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي بس السم في العسل اللي هو انا بحط لك اي معلومه ممكن تبقى غلط تمام وبتنتشر بشكل سريع جدا زي الاشاعات مثلا، محاربه الاشاعات اللي حصلت، الحمله اللي حصلت من كام سنه في مصر، انه في اشاعه بتطلع بتقول الحكومه بتعمل كذا، الرئيس قال كذا، المنطقه بيحصل فيها ارهاب كذا، طبعا في خوف، في رعب، في عدم امان، في ناس ما بتروحش شغلها نتيجه الاخبار المتداوله الغير صحيحه بشكل كبير. برضو احنا ما عندناش حاجه مضاده، يعني احنا لازم يبقى عندنا برضو مواقع تواصل اجتماعي بتبث اخبار صحيحه عن المجتمع بكل فئاته سواء الشعب او الحكومه او القيادات السياسيه، عشان برضو يبقى في شكل توازن. احنا مش هنقدر بس التلفزيون الرسمي للدوله بيقول الاخبار الصحيحه، هو ده يعني خط الدفاع اللي زي ما بيقولوا، هو ده اللي بيحاول ان انا لو عندي اي مشكله انا برجع تاني اشوف ايه اللي بيحصل داخل تلفزيون الدوله علشان يكون في رد سريع من بس المخلص. محتاجين بقى زي التلفزيون المصري صفحات موثوقه معلنه على السوشيال ميديا عشان تقدر تتوازن مع الاخبار الغير صحيحه اللي بيتم نشرها. طيب قولي لي احنا بنوصل لمرحله الادمان ازاي؟ يعني الطفل او الشاب او حتى الكبير بيبتدي يتواصل مع مجتمعه زي ما انت قلتي، هو عمل مجتمعه من خلال السوشيال ميديا. عايزه اعرف هو يعني بيوصل امتى لمرحله الادمان؟ لما يقعد 6-7 ساعات، اقل حاجه 6-7 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لما يكتسب مهاراته وخبراته وتجاربه وعلاقاته من مواقع التواصل الاجتماعي. لما نيجي نتكلم عن الحياه العامه، الحياه الاجتماعيه، وما بيبقاش عارف ايه اللي بيحصل فيها او البيئه المحيطه بيه ما بيبقاش عارف ايه اللي بيحصل فيها. لما ابتدي احس بيه اعراض نفسيه ابتدت تظهر، يعني معظم يعني ممكن نقول مثلا 60% مثلا من المترددين على مواقع التواصل الاجتماعي غالبا بيشربوا سجاير مثلا. فبالتالي هم كمان مش بقوا بس مدمنين لمواقع التواصل الاجتماعي، لا مدمنين لعادات سلوكيه قد تكون خاطئه مع مرور الوقت. تمام. طيب دكتور بسمه، من وجهه نظرك شايفه كيفيه مواجهه هذه الظاهره، وازاي ان يكون في نوع التوعيه يكون مجدي بالنسبه لاي من المرتدين لهذه الوسائل؟ خلينا نفرق بين المفرط والمدمن. مفرد التواصل الاجتماعي فده ممكن يكون اعراضه بسيطه، اعراض نفسيه وسلوكيه بسيطه، فممكن تتحل لمجرد ان انا اقول له احذف كل مواقع التواصل الاجتماعي من عندك، قلل استخدامها باي شكل من الاشكال، لما تكون بتعمل مهارات اجتماعيه ما تمسكش الموبايل باي شكل من الاشكال. لكن لما يكون عندي وصل لادمان لمواقع التواصل الاجتماعي فانا لازم يكون في زياره لطبيب ومعالج نفسي، عشان هو ابتدى يظهر عليه اعراض القلق، أعراض الاكتئاب، أعراض العزلة الاجتماعية، حتى أعراض الـ ADHD اللي هي فرط الحركة ونقص الانتباه، فلا ده لازم ساعتها علاج نفسي يتدخل. طب هو عنده فرط حركة من هو أصلا قاعد
على الوسائل. يعني هو المشكله ان احنا بنقول فرط الحركه ونقص الانتباه تشتت، التشتت نفسه جزء منه في تشتت، لانه كل مواقع التواصل الاجتماعي حضرتك عارفه انه ممكن يبعتوا لي كذا خبر في نفس ذات الوقت، فالتشتت بيحصل من كده، تشتت الانتباه بيحصل من كده، تركيزي على حاجه معينه وان انا انسى كل العالم المحيط بي قد يعمل الاي دي طبعا 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 بجانب اعراض اخرى طبعا، لان هو اضطراب صعب جدا. دكتور احنا طبعا عارفه ان موضوعنا كبير جدا طبعاً. مش بينتهي، هو موضوع ساعه صح. لكن حضرتك احنا بنشكرك جدا على المعلومات اللي افدتينا بيها، ويا رب بكل التوفيق وانت منورانا. شكرا حضرتك. بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، لكن لسه حلقتنا ما خلصتش، هنخرج لفاصل ونرجع للتغريد، خليكم معانا. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه فقراتنا النهارده. رباب كانت فقراتك كلها حلوه قوي، وانت كمان كانت فقرات مهمه قوي، ازاي تكون في الالفه بين الاهل، ازاي تحبي يعني ازاي تكوني انسانه محبوبه. ايوه دي كانت مهمه جدا على فكره قوي لكن اكيد احنا كنا بنحاول نلقي الضوء بس على مجموعه من الفقرات كده ومجموعه من الاحداث اللي حوالينا، ويمكن ده بيفرق كتير. بكل التوفيق ان شاء الله، وبشكرك جدا. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا، وكنا معاكم مع مجموعه متنوعه من اخبارنا وفقراتنا، يا رب تكون نالت اعجابكم. على وعد بحلقات متجدده وزينه وطعم البيوت.